جميعنا يدرك تماما حجم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق الشقيق والدول الأعضاء في التحالف الدولي في حربهم ضد ما يسمى بتنظيم داعش، والتي تكللت بدحر هذا التنظيم من أراضي العراق الشقيق. ونحن مطالبون اليوم مثلما بذلنا من جهود للانتصار في زمن الحرب، فعلينا أن نبذل جهدا أكبر للانتصار في زمن السلم. ومن هذا المنطلق فقد أعلنت دولة الكويت وبتوجيهات سامية من لدن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن استضافتها لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، والذي تتزامن أعماله مع أعمال اجتماعنا هذا لضمان استتباب الأمن والاستقرار ووحدة العراق واستقلاله وسيادته على أراضيه، وتهيئة الظروف الملائمة للبدء بعملية إعادة الإعمار والبناء فيه.